احنا صاحبين عمل من شركة العندليب بزينة السيارات، تنجيد السيارات. بدأت بداية 2006 بهذا الشارع، شارع منطقة معيذر، شارع أم الدوم، ليومك هذا لل 2023 والاستمرار لقدام إن شاء الله. والله احنا يعني العميل اللي اجانا لهنا يعني اي شغلة عنده صعبة او سهلة بنشتغل له اياها، اي اشي يعني مجال تويوتا، نيسان، جيمسي، يعني هاي السيارات كثير يعني احنا ناجحين بيها الحمد لله، يعني خبرة بيها مجال 16 سنة ليومك هذا، يعني كل موديلات الكروزر يعني من مرحلة لمرحلة لمرحلة، يعني الحمد لله عندنا خبرة وعندنا طاقم كثير كثير ممتاز لهاي، وكلها خبرات يعني سنين بهذا المجال. نتميز يعني في ان احنا كل فترة بنطلع اشياء جديدة من نوع القماش، من نوع الجلد، من نوع الليتات، الاضوية، تعديلات، تحويل، يعني بهالشيء هذا نتميز. هو التميز اذا كان في منافسين، التميز بيجي بشغله واحده، هي انه اذا كان يعني شغلتك مضبوطه 100% والزبون يعني يكون راضي بهالشيء هذا، يعني ما يروح مثلا واحد غشيم يخرب له، اي حدا ما يطيق هالشيء هذا. لذلك التميز هو بكون بدقه الشغل، لو كانت دقة الشغل موجودة انت مميزة بكل شيء. والله الحمد لله ما في اي صعوبات نهائي، كلياتها مسهل، حتى يعني احنا بنشكر زبائننا، يعني ما لقينا اي شيء يعني يميزنا انه احنا وافدين او نهائيا الحمد لله، وهاي شهادة يعني امام الله وامام الحمد لله. والله يعني كل شيء يعني كل شيء بيطلع جديد بتكنولوجيا، يعني بنحاول نوفر لها الخدمات الجديدة يعني، بس الطموح يعني نفس المصلحة ونفس، بس يعني شو في جديد من احنا بنجدد مع الجديد. بنوجه لهم يعني احنا اول اشي هون المقيم ما في تفرقة، يعني اول ما بيجي الخطاب لسمو الامير او سمو الشيخ الوالد بيقول المقيمين، المواطن والمقيم، يعني بجملنا معنين مع المواطن، وهي شرف اعتزاز وتواضع. واحنا بنشكر القيادة الحكيمة يعني على كل التسهيلات، إن كان بالقطاع الحكومي ولا القطاع الخاص، ومنوجه تحية لسمو الوالد الشيخ حمد وسمو القائد الشيخ تميم، ربي يحفظهم ويطول عمرهم ومن زايد لزايد بالازدهار إن شاء الله، الله يوفق البلد. والحمد لله يعني مثل ما قلت لك احنا ما بنتعامل هنا كمقيم او وافد او من هالنوع هذا، يعني احنا زبائننا هنا العملاء اللي بيجوا لعندنا يعني 90% من المواطنين القطريين، يعني هاي شهادة نشهدها انه كل زبائننا كل عملائنا قطريين احنا، لذلك في خلطة قوية بيناتنا، جميع القبائل القطرية العريقة يعني كلها بتيجي لعندنا الحمد لله، ما شفنا أي إشي يزعلنا. والله للوالدة الله يرحمها،
يعني هي كانت المشجع الأساس تبعي، وهي يعني إلها الفضل من بعد الله، هي أمي.